كانت الصورة اليوم الصباح أمام روضة الشهداء ببنزرت في الذكرى 51 لعيد الجلاء، وين عبر عدد من متساكني بنزرت عن غضبهم إزاء سياسة التهميش اللي تعيشها ولاية بنزرت. إيش لي لعبة المرزوق؟ ياتوا المسؤولين الكبار يشوفوا المسؤولين إيش عاملة فينا في بنزرت، يشوفوا حالة بنزرت المزرية. بنزرت تبكي اليوم، بنزرت تستغيث يا ناس، بنزرت تستغيث. ولاية بنزرت منسية تماما، فهمتينا؟ منسية تماما، مش فايدة بالحديث أو التسجيل على طريقة الشاشة المرئية والسمعية. لا، يلزم يراوها الكل كرئيس دولة، كرئيس الحكومة، كمجلس تأسيسي، يرى ولاية بنزرت شنو النمط اللي تعيش فيه، من الأوساخ، من التكسير في الطرقات، من الأرصب. وفي موكب احتفالي بإشراف رئيس الجمهورية المؤقت مصطفى المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة، حي الرؤساء الثلاثة العلامة على أنغام النشيد الوطني، واستعرضوا تشكيلة من الجيوش الثلاث أدت لهم التحية قبل أن يتولى رئيس الجمهورية وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء، وتلا الرؤساء الثلاث فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. كل هذا تبنى على 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 الأسس اللي تعملت هنا، ولهذا دائما وأبدا الذكرى هذه ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. اسمه نعرف اللي قبل ما نبنيه الديمقراطية ونبنيه العدالة الاجتماعية، هذه كلها بنيت على أهم أساس اللي هو الاستقلال الوطني. موكب إحياء الذكرى 51 لعيد الجلاء حضروا عدد من أعضاء الحكومة ومفتي الجمهورية وممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ووالي الجهة وعدد من الشخصيات الوطنية.